أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات رمضان مع زينة حول العالم. اليوم وصفتنا غير شكل، وصفتنا حلويات، بس حلويات فرنسية. أهلا فيكي كندا. هاي زينة. رمضان كريم. مرسي ورمضان كريم عليكم كمان. شكرا شكرا. عليكم بالخير وإن شاء الله هيك شهر كريم وخير وسلام للكل. لأنه لألكم يا رب. اليوم رح نحضر شي شغلة كتير كتير طيبة. تشيز كيك بنكهة شرقية. أوه. يعني كندا محضرت لنا التشيز كيك بس على نكهات تشبه الطابع الشرقي. ليش وصفتنا على طابع شرقي؟ حبيت اليوم أعمل التشيز كيك بطابع شرقي خصوصي مشان رمضان. ببقى هيك نكهات رمضان على طول، الهال والتمر والفستق الحلبي، فاليوم التشيز كيك بالهال والفستق الحلبي. هلا اول شيء بلزمنا للقاعده بسكويت ديجستيف وزبده وهال. هال باودر. اي هال باودر طحنته. وبعدين للكريم بلزمنا ماسكاربوني كريم فريش وجبنة كريم، وبيلزمنا كمان بيستاش جيلاتين. شو هالجيلاتين؟ أوراق بدون هيك شوكولا بيضة. هلا أول شيء بدنا نعمل القاعدة تبع التشيز كيك، فرح نطحن البسكويت وبعدين بنضيف الزبدة دوبناها بالميكروويف. تمام، هي بتكون القاعدة تبع التشيز كيك. رجع بس بنحطها هون. هلا فيكم فيهم يستعملوا قالب تشيز كيك، وانا هون استعملت الرينك تبع الجاتو. تمام، حطيتيه على قاعدة تبع رح تقدم فيها. وهلا بنكبسهم منيح بقلب الرينك، وبعدين نجيب كاسة هون تكون ساوية ونكبس فيها. كندا بدي اسألك على يعني رمضان بسوريا. هلا رمضان يعني بصراحة حلو للكل، يعني كان سعي أنا مسيحية بس كنا نعيشه يعني مثل كلياتنا مع بعض، يعني بداية رمضان دق نعيد رفقاتنا جيراننا برمضان، الإفطار يعني له نكهة خاصة رمضان بسوريا، خاصة الأكلات كعك معروف، غزل البنات، تمر هندي، تمر هندي، موائد رمضان بالمطاعم، يعني ببقى له نكهة كتير حلوة افتقدناها والله كتير. أنا بالنسبة لي كتير مفتقدة رمضان، يعني وخاصة موائد الإفطار وحياتنا مفتوحة يعني. أي تمام. أي أي مظبوط. ألا كانت تعطي هيك طابع حلو. أي أكيد أكيد. ونسحيات السحور طبعا كتير حلوة كانت. شو الحلو كان السحور والأكيلة، يعني هون كله راحت هالمظاهر، يعني قد ما الناس حاولوا يرجعوها بس ما بتبقى مثل بسوريا كيف كانت. مظبوط. صح. حتى على بالفريزر لبين ما نخلص الكريم تشيز. كندا هلا الخطوه الثانيه رح نحضر الكريم. هلا بدنا نقسم الفستق الحلبي. رح نقسمه خشن عشان تبقى طعمته زاهية اكثر. هلا الفستق صار خالص، وهلا بدنا ندوب الجيلاتين. حطيتيه بمي كانه انا حطيته الجيلاتين مشان يدوب. ننقعه اول شيء بمي بارده، بس يصير طري منشيل المي الباردة منحط مي سخنة أو مندخله على الميكروويف عشان يصير سائل. أول شي بدنا نخفق الماسكاربوني مع التشيز كريم والكريمة، بس أول شي هدول مع بعض، بعدين منضيف الكريم والشوكولا والجيلاتين. هلأ منضيف الكريم بدي فيهم مرة واحدة؟ ايه.
حنحط الجيلاتين دورناه بالميكرويف. هدول شرائح الجيلاتين ذاتهم اللي كانوا شفتوهم هيك شرائح شفافات، نفسهم حطتهم بمي وبعدين دوبتهم بالميكرويف. والشوكولا البيضة الشوكولا البيضة كمان اللي مدوبة. كندا رح أسألك، شو في هيك شي نصيحة بتحبي تقوليها للناس اللي حيطبقوا هاي الريسبي؟ شو هيك أهم نصيحة لنجاح هاي الريسبي؟ هلا أهم شيء تكون التشيز كريم والماسكربوني بحرارة الغرفة والكريمة تكون باردة، فضروري ينخفق الماسكربوني مع التشيز كريم وبعدين منضيف الكريم. تمام. لأنه هالتسلسل كتير ضروري إلها. هيك خلصنا خفق منا نخفق يعني 100%، تضل شوي طرية مشان نقدر نحطها بقالب بالقالب. وبعدين منضيف الفستق الحلبي اللي قسمناه. هلا تلانا الرينج من الفريزر وهو بارد، كتير مهم يكون بارد عشان يمسك الشوكولا والجيلاتين دغري بمسكوه ومنفضيه بقلبه. طبعا الطبقة الأولى اللي هي البسكويت مع الزبدة والهاب، وهو مو معنى الكريمة شادة كتير فبتملس بسهولة. هلا راح نحطه بالبراد مينيموم 6 ساعات، واذا قبل بيوم بيكون افضل. هلا بعد 6 ساعات طلعناه من البراد بسكينه شوي تكون حاده منحز الزيت مشان نقدر نطلع الرينج. هو ماسك منيح بمسك لانه الشوكولا البيضة لحالها كافيه تمسك، يعني الجيلاتين مو كتير بس الشوكولا البيضة بتمسكه منيح. هاي اللحظه لحظه الحقيقه، هاي اللحظه الحاسمه. فرح ازينه بالبيستاش بالشكل هلال يكون. لازم نشوف التكنيك، نتعلم سر المصلحه من كندا. فبنفس الرينج اللي كنت حاطه فيه التشيز كيك، واذا ما عندكم تقدروا بصحن او اي شيء، رح احط هيك اعلم وين بدي احط الفستق. طرفة شكلها مثل قطعة المنوس السلوى. تماما بتجي الطعمة هيك كمان. على فكرة المنوس السلوى هي كمان نوع حلويات ما فيها شوي شوكولا بيضاء؟ لا فيها بس بيستاشو، فيها كردمون. كده خلصنا كيكتنا تقديمها وتقطيعها، وهلا بدنا ندوق. اعطيني رايك. انا كثير متحمسه لانه هي النكهات مع بعضها يعني ما عم تسخن، ما شكلها حلو. يعني ما بعمل هيك، انا بعمل 10 على 10. كثير طيبه، كثير كثير طيبه. بنصحكم تعملوها. وهي الكردمون مع البسكويت كثير طيب لذيذ، والشوكولا البيضة مع الفستق شغلة عالمية. أنا كثير بتشكر وجودك معي. ميرسي إلك. مطبخ زينة نور فيكي. وشكرا على احتفالك بمناسبة رمضان، وإن شاء الله رح نعمل حلقات كثير كثير كثير، بس حيوعدونا إنه حيطبقوا الريسبي وحطوا لنا بالكومنت أكيد شو رأيهم. شكرا لوجودك ورمضان كريم. ميرسي، رمضان كريم إلك كمان.